كما ذكرت في الشوط الاول المدرب كيم هو تركه على بنك الاحتياط لاستعماله في الشوط الثاني ربما بعد التعب المنتخب الالماني. توزع الكره وجه لوجه وجه لوجه للحال والهدف الاول الهدف الاول عن طريق اللاعب وونغ سون هونغ. وونغ سون هونغ يفتتح النتيجه في الدقيقه السادسه رقم 18. اضاع ما لا يقل عن فرصتين في الشوط الاول ليتمكن هنا في الدقيقه السادسه من افتتاح النتيجه لفائز المنتخب الكوري الجنوبي. اذا هونغ سون هو صاحب هذا الهدف. هونغ سون هونغ يفتتح النتيجة رغم خروج الحارس إلجنير ويصبح اللقاء الآن شيق 3 أهداف مقابل هدف تسجيل الفارق. تجد ألمانيا تدخل فقط عدد تسجيل الأهداف